وهذا من هذه الدعوة هو دعم للمسار اللي بدأ بالبرلمان من أجل محاربة الفساد، من أجل ترسيخ محاربة الفساد عبر نقاط مهمة عندنا في الحزب، ياكل خلية وفاق، وهي المبادرة حولها هي استرجاع الأموال اللي ولاحظ خلهم وفاق أن انتهبت في العشرية الماضية للأسف، هو دعم المسار القضائي بحيث استقلاليته بحيث نعود مؤسسة مستقلة، هو أيضا التذكير أن ما فهم أي تصفية حسابات، أن هاي الأوجه الكريمة وهؤلاء رؤساء الأحزاب هاي الشخصيات المستقلة الهدف عندها الأساسي هو تحقيق عدالة، ما فهم أي تصفية حسابات، ما فهم أي استهداف لأي شخص كان، وإنما هو ترسيخ محاربة الفساد ودعمها وتقويتها.